أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من صفات الله تعالى الحجاب لما ورد في الحديث حجابه النور؟ ما هو من صفات الله الحجاب، لكنه الحجاب يثبت لله عز وجل بينه وبين خلقه إلا وحيا، حتى الرسل ما يكلمهم الله إلا وحيا أو من ورائي حجاب، هذا في الدنيا ما أحد يرى الله سبحانه وتعالى، حجابه النور جل وعلا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، حجابه النور سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم تكريما لهم. نعم.